كاتب له العديد من المقالات والأبحاث والكتب المهمة، ومنها كتابي التخصصية أحدث نماذج التنمية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الأردنية تحليل نقدي، ويشغل حالياً منصب المدير العام لجمعية البنوك في الأردن. الدكتور عدلي قندح، أهلاً ومرحباً بك في برنامج المؤشر وفي عمان تي في. يا هلا فيك، أهلين. أهلاً ومرحباً فيك دكتور. دكتور، دعني أبدأ معك من حيث انتهينا في حلقة سابقة وفي حوار سابق مع معالي الدكتور جواد عناني الرئيس الحالي لمجلس إدارة بورصة عمان. حدثنا الدكتور وأشار إلى أنه من المهم جداً العمل مع البنوك الأردنية لتنشيط عمل بورصة عمان في الأردن، وبعض الحلول التي أشار إليها الدكتور معالي الدكتور كانت تقول أنه يجب على البنوك الأردنية شراء أسهمها وأسهم الخزينة والاستثمار في بورصة عمان، ولكن رغم سماح البنك المركزي في ذلك إلا أن البنوك الأردنية إلى الآن لم تقم في هذه الخطوة. برأيك دكتور، ما هو المانع أو ما هو الذي يحجب البنوك عن هذه الخطوة إلى الآن؟ شكرا جزيلا. يعني الواقع أن البنوك لها دور كبير بتنشيط الحركة في بورصة عمان، وبيكون الدور مباشر وغير مباشر. مباشر من حيث أنه ممكن هي تشتري زي ما تفضلت أسهمها أو تشتري أسهم الخزينة في الشركات المدرجة في البورصة، وأن تقوم بمنح تسهيلات للمتعاملين في البورصة لغرض شراء الأسهم، وهي بتقوم بالدورين بشكل، لكن قد لا تكون أحجام المنح كبيرة بمقارنة مع السابق. يعني قبل الأزمة المالية العالمية كانت البنوك تمنح تسهيلات ائتمانية لأغراض شراء الأسهم بأرقام وصلت إلى تقريباً 400 مليون دينار. حالياً الرقم بيصل إلى 170 مليون دينار. السبب كان الأزمة العالمية اللي اندلعت بعد 2008 والأزمات الإقليمية في المنطقة، وكان هذا سبب رئيسي بأنه البنوك شوي تشددت في منح التسهيلات حتى ما يصير في أخذ مخاطر كبيرة بهذا الموضوع. لكن أنا أعتقد أن الأوان لأنه أن تعود البورصة لنشاطها وأن تستعاد الثقة من قبل المستثمرين في البورصة، وأن يكون للبنوك دور أكبر في تنشيط البورصة. هناك مجموعة من العوامل طبعا لها دور، والقرارات اللي بتأخذها البنوك بناء على معطيات معينة هي بتحددها. نعم، هذا يدفعني إلى أني أسألك، يعني معروف أنه البنك والبنوك الأردنية لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد الأردني، وخصوصا أحد المؤسسات وهي بورصة عمان. ما هي خطتكم في العام المقبل التي ستساعد في تنشيط الاقتصاد الأردني؟ سيدي، البنوك تقوم بدور كبير. البنوك، احنا عارفين أن البنوك في الأردن تشكل 94% من القطاع المالي في المملكة، مما يعني أنه كل 100 دينار موجود في القطاع المالي 94 دينار موجودين في البنوك، وهذا يعني أنه البنوك لها دور كبير في منح تسهيلات سواء كان للقطاع الخاص أو للحكومة، للقطاع العام بكافة التفرعات، سواء نحكي عن تسهيلات ائتمانية مباشرة أو استثمار بسندات وأذونات الخزينة اللي بتصدرها الخزينة لأغراض تمويل العجز في الموازنة. وصل معدل النمو مثلا من 2016 إلى 8.9% نمت التسهيلات، وهذا هي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع نمو الودائع. الودائع لم تنمو بأكثر من 1% بال 2016، وهي النسبة تقريبا قريبة من معدلات النمو للأشهر الماضية من سنة 2017. احنا بنحكي عن 11 شهر تقريبا، التسهيلات نمت تقريبا قريب من 10% خلال 10 شهور الأولى أو 11 شهر الأولى من عام 2017، مما يعني أن البنوك بتقوم بدورها بشكل كبير في توفير السيولة لمختلف قطاعات الاقتصادية اللي بتعمل في الأردن، سواء بنحكي عن صناعة أو تجارة أو إنشاءات أو حتى تسهيلات ائتمان القطاع الخاص، أفراد وغيرها، بما فيها تسهيلات لأغراض منح شراء الأسهم. إذا بنطلع بنشوف، يعني بندرس وضع الاقتصاد الأردني، بنشوف أنه الاقتصاد
الأردني عم بيمر بصعوبات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاع العام وخزينة الدولة وأموال الخزينة. لكن عندما يأتي الأمر للقطاع المصرفي، القطاع المصرفي عندنا سليم، معافى قوي، وبالتالي وعنده كفاية رأس مال، في سيولة كافية، محقق كل المتطلبات وشروط والحد الأدنى اللي مطلوب منه من قبل البنك المركزي وحتى من قبل المؤسسات الدولية. زي ما حكينا دائما البنك المركزي بيحط متطلبات أعلى من المتطلبات الدولية حتى يكون في بافر زون للقطاع، وبالتالي البنوك جاهزة ووضعها سليم وما عندنا أي مشكلة مع أي بنك لتلبية المتطلبات الجديدة اللي تتعلق في موضوع البنوك ذات الأهمية النظامية. أشكرك، ولكن كيف ترون مؤشرات المتانة اليوم في القطاع المصرفي الأردني؟ يسيد، مؤشرات المتانة كلها تشير إلى أنه القطاع المصرفي سليم ومعافى وقوي. فمثلاً إحنا طبعاً في عندنا مؤشرات معتمدة على مستوى الدولي وعلى مستوى المؤسسات الدولية وتنشر بشكل دوري من قبل البنك المركزي. وهي المؤشرات مثلاً ما نحكي عن السيولة، نسبة السيولة في الاقتصاد المصرفي. متطلبات البنك المركزي بتحكي أنه لازم يكون عندنا نسبة السيولة 100% في الجهاز المصرفي. إحنا بنحكي عن تقريباً 140% نسبة السيولة في الجهاز المصرفي، وبالتالي لدينا سيولة كافية، ما عندنا مشكلة سيولة في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد الأردني بشكل عام. النقطة الثانية اللي هي كفاية رأس المال. كفاية رأس المال متطلبات البازل بتحكي عن 8% النسبة، البنك المركزي وضعها عند 12%، لكن في الواقع العملي احنا بنحكي عن 18% نسبة كفاية رأس المال في الجهاز المصرفي، وما يعني انه البنك المركزي معافى وعنده رأس مال كافي للتدخل بأي وقت من الأوقات. ختاما دكتور، كنت قد أشرت سابقا في مقالة كان عنوانها عجز الموازنة العامة المزمن تشوه خلقي أم من صنع أيدينا، يعني وصلت إلى خلاصة إلى أن العجز يكاد يكون ملازما للحكومات الأردنية. برأيك وفي عجالة إلى متى؟ يعني العجز أكيد هي صفة ملازمة للموازنة العامة للدولة منذ إنشاء المملكة لأسباب كثيرة. طبعا إنه الإيرادات لا تغطي النفقات، الإيرادات المحلية لا تغطي النفقات، ونحكي عن نفقات نحكي عن نفقات جارية ونفقات رأسمالية. آخر موازنة معروضة على مجلس النواب قرر مجلس الوزراء مؤخرا اللي هي موازنة عام 2018، ما نزال نتكلم عن عجز يتجاوز النص مليار دينار إذا حكينا فقط عن موازنة الحكومة المركزية. إذا ضفنا المؤسسات المستقلة بيصل العجز إلى 700 مليون دينار، وهذه هي صفة ملازمة لأسباب أنه زي ما ذكرت أنه إيرادات المحلية لا تغطي النفقات بشقيها. أنا بعتقد أنه ممكن التغلب على هذا الحكي بالمدى المتوسط والطويل إذا نقلنا العبء على القطاع الخاص، وبالتالي أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في الاقتصاد. كل شخص بتوظف في القطاع الخاص بشيل العبء عن موازنة الحكومة، وبالتالي إذا أنا خلقت مشاريع جديدة وعندنا فرص كثير هائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية ليقوم فيها القطاع الخاص، وبالتالي يصير التوظيف والتشغيل والتنمية والنمو يتم من خلال القطاع الخاص. فإذا أعطينا دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد بيعني هذا أنه العبء على الموازنة راح يقل. كل شخص بيتوظف في القطاع الخاص بيخفف الراتب والنفقات والتغذية الأمور الصحية وغيرها والتعليم من الحكومة إلى القطاع الخاص. وبالتالي على المدى الطويل يجب أن يكون الدور أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. دكتور عدلي قندح، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار القيم، والشكر موصول لكم مشاهدين على متابعة فقرة حوار وبقية فقرات المؤشر. نلقاكم الأحد المقبل، فكونوا على الموعد.